لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعين ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، هذا اللقاء العاشر من هذه اللقاءات المباركة، وهو خاص بالأضحية. والأضحية من السنة النبوية والملة الإبراهيمية، أن الله جل أمرنا باتباع ملة إبراهيم، قال ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام ما هم أن يذبح بقرة ولا كبشا ولا جملا، ولكن هم أن يذبح يعني ولده لله عز وجل. فالأضحية من الملة الإبراهيمية ومن السنة النبوية، دل على مشروعية الكتاب والسنة. من ذلك قوله عز وجل فصل لربك وانحر، وقوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، نسك هو الذبح، ومحيا ومماتي لله رب العالمين، يذبح لله عز وجل ويصلي لله عز وجل. بالنسبة لحكم الأضحية، بعض العلماء قال بأنها يعني واجبة على القادر، وبعضهم يعني قال بأنها سنة مؤكدة. هذا قول الجمهور، أن الإنسان إذا استطاع أن يضحي فسنة مؤكدة أن يضحي. وقال يكره لمن يعني يستطيع الأضحية ولا يضحي. فنقول يعني الجمهور على أن الأضحية يعني سنة مؤكدة. ما يضحى به بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، يعني الأضحية تكون قصيرة على هذه الأنواع الثلاثة. والسن المجزئة في الإبل يعني ما تم له 5 سنوات، وفي البقر ما كان له 2، والماعز ما كان له 1، والضأن ما كان له 6 أشهر، يعني لا يقل عن 6 أشهر. فهذه السن المجزئة بالنسبة للأضحية. في عيوب تمنع من الإجزاء، من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها، اللي هي العرجتها جامدة، يعني يدل أن الخفيف يعني يتجاوز يعني عنه، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالمريضة البين مرضها، تبقى هزيلة وضعيفة، ولا بالعشفاء التي لا تنقي. فأيضا هناك يعني عيوب، يعني في يعني يكره الأضحية بما باللي فيها هذه العيوب، منها الأضباء وهي المقطوعة الأذن أو القرن، والمقابلة اللي هي مشقوقة الأذن من الأمام بالعرض، والمدابرة اللي هي مشقوقة من الخلف، والشرقاء التي شقت أذنها طولا الطول تانية بالعرض من قدام ومن الخلف، وإذا مشقوقة طولا، وكذلك الخرقاء التي خرقت أذنها. ويكره بالضعيفة أيضا، ومقطوعة الإلية إذا كان أصل خلقتها، دي يكره الأضحية، يجزئ بس مع الكراهة. ولكن اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناهم أنفا، هذه يعني لا تجزئ. العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، وكذلك العشفاء التي لا تنقي. وقت الأضحية، وقت الأضحية يكون بعد صلاة يعني العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد يعني فإنما هو لحم قدمه لأهله، فلها وقت معين يعني بعد صلاة العيد، يعني لحد آخر أيام التشريق، غروب شمس يوم 13 ذي الحجة اللي هو آخر أيام التشريق. فكل هذه أيام نحر، أيام أضحية بالنسبة لأهل الأمصار وبالنسبة لأهل الموقف أيضا. فيتعين الإجزاء بأحد أمرين، إما أن يسمي، يجيب كبش مثلا ويقول هذه يعني أضحيتي، أو فيتعين عليه أن يضحي بها، أو بالذبح بنية الأضحية،
ان هو ذبح بنيه الاضحيه، فهذه ايضا ايه يعني تتعين بذلك. ما يؤكل من الاضحيه وما يوزع منها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا. فالعلماء قالوا بان يعني الامام احمد قال ان هو من السنة ان ياكل الثلث وان يهدي الثلث للاقارب الذين لا يجب عليه الانفاق عليهم، زي الاخوه والاعمام واولاد العم والجيران، والثلث للفقراء. والامام الشافعي قال: فكلوا منها واطعموا. قال يبقى النصف ياكل والنصف يطعمه سواء للاقارب او للفقراء. وهذا يعني هذا التقسيم على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. يعني قالوا لو اكل يعني زي حفنه من اللحم، يعني نص كيلو ولا ربع كيلو، لو اطعم يعني جزء من ذلك، يعني ما شبه مثلا نصف كيلو لحمه، يجزئه ان ياكل بقيه الاضحيه ان كان محتاجا. ولكن على الاستحباب ان هو ياكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، او كما قال الامام الشافعي ياكل النصف ويتصدق ويهدي من النصف الاخر. فالامر فيه يعني سعه. اداب المضحي انه يستقبل القبله بالذبيحه عند يعني يضع مثلا الشاه او الضأن على الجانب الايمن ووجهه في مقابل القبله، ويضع يعني رجله على صفحه وجهها، ويقطع اربع الوديين اللي هم العروق اللي بتغذي الدماغ، والمريء والقصبة الهوائية. ويكره له ان يفصل الرأس يعني تماما، ويقتصر على قطع الوديين والقصبة الهوائية والمريء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. من السنة أيضا أن يحد شفرته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما الإبل فبتنحر يعني معقولة اليد اليسرى، توقف على ثلاثة قوائم، تعقل اليد اليسرى وتضرب في نهاية الرقبة بالسكين في القلب، ينهر الدم من القلب، أن يصعب أن هي ترقد كما ترقد البقرة أو على جنبها، فهي النحر خاص بالإبل. من السنة أيضا أن يواري السكين، يعني يحد السكين وأن يوريها عن الذبيحة، وعند الذبح يقول بسم الله والله أكبر. ويسن له أن يقول هذه مثلا عني وعن أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح يعني وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فالإنسان يعني يجوز له أن يعني يضحي، يسمي يعني من يضحي يعني عنه. شروط المزكي أن يكون مسلما أو كتابيا، ما يكونش مجوسي أو عابد وثن، يكون من أهل الكتاب. وإن كان مسلم فاسق أو مبتدع فتجزئ الأضحية، وإن كانت المرأة حتى لو كانت حائضا فتجزئ، يعني يجزئ أن تذبح يعني المرأة. لأن روي أن جارية لكعب بن مالك كان ترعى غنما بسلع وجبل يعني في المدينة، فأصيبت شاة منها فأدركتها بحجر، فسأل كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها. فأجزأ يعني ذبح الجارية. فهذه باختصار يعني أداب الأضحية. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم من أراد أن يضحي. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.